تعليق حلو مميز، راح اثبته بهاي الحلقه دعم لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونكم حبايب قلبي؟ اتمنى الكل بخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد من انتقام يا شباب. اليوم تشريب دجاج او دليميه على خبز صاج يا عيال. سوي لي فوكس، شوف عمي وشوي تمن. طبعا انا احب ابوي التمن، خليت التمن. وهذا المرق، شوف 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 مرق دهين دهين دهين. نبلش نقول بسم الله همتكم باللايكات يا شباب، وحب اشكركم على الدعم الاسطوري على المقاطع، وشكرا على 5000 اخ واخت. ما شاء الله راح نوصل 6000 باقرب وقت يا شباب همتكم. بسم الله. يوم خبز صاج. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللي دام طبعا الخبز الصاج صاير شيء والتشريب. اللي سوي لي لقمة أو لقمة القيمة. لا النوم البصرة، شوف شوف شلون عصارة بيه. طبعا هذا التشريب سويناه على طلب احد المتابعين. تبشرون التوالي بالتعليقات شو تريدون، هاني بالخدمة. صورنا مقطع على التيك توك، جميل مصور هاد لقطة على التيك توك. شباب اللي ما متابعيني على التيك توك تابعني، وصلنا 100، راح نطب 114. ألف مدة قصيرة، فضل الله وفضلكم. ما أدري من متابعني على التيك توك شباب،
شباب هاي ان شاء الله هذه الحلقة او الفيديو اللي ينزل اي تعليق حلو مميز راح اثبته بهاي الحلقة دعم لكم، فعلقوا تعليقات حلوة حتى اشوف اختار منه واثبت تعليقه. أنا أختار، لا حد يكتب يقول لي ثبت، تمام؟ فكثرونا من هاي التعليقات الحلوة. طبعاً هذا الخبز حار مكسر يجي تغمس بالمرق. وين عبد الدجاج؟ مو لقمة ضيعة.
خبز الصاج ويا المرق هاتشي الحمد لله على طعمنا وسقانا من غير حول مني والقوة أدمها نعمة وحفظها من الزوال مثل ما شفتوا يا شباب اليوم دليمية وتشريب دجاج على كيف كيفكم فلا تنسون من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم الجديد السلام عليكم.